بس أرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا كتير مبسوطة بوجودكم معنا حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم يوم كتير عزيز علينا، ولعائلتنا الكبيرة بقول إنه إذا ما وسعتكم بيوتنا توسعكم قلوبنا، والفرحة واحدة. حسين ابنكم أنتو أهله، وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابن البكر، وزي أي أم أنا من زمان بحلم إنه أشوفه عريس، والحمد لله اليوم إحنا عم نبلش احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير. وأخيرا صار عندي كنة، بس مش أي كنة، ما شاء الله عليها رجوة. يعني ما بعرف في أحلى وأولاد منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. يعني أنا بتذكر من كم من شهر لما إجا حسين وخبرنا أنا وسيدنا إنه نوى إنه يتجوز، قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض، وإن شاء الله دائما بتكونوا سند وفرحة بعض. ولأم فيصل، ترى إحنا عنا بنقول دائما إنه بتعرفوا البنت من أمها، وأنا بحكي لكم الأم جوهرة. عزة أنا بعرف، أنا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف أنت كيف شعري، بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين، وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها. بتعرفوا إحنا كأمهات يعني إحنا إيش بدنا من الدنيا غير إنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن إحنا يمكن مرات بنراجع حالنا وبنقعد نسأل يعني هل إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه؟ وكان سيدنا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يكون الإعجاب ديالكم. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. ما تنسوناش من تعليق زوينة بحالكم ومن لي لايك. تهلاو في رواسكم، مع السلامة.